هنا بنوتة عندها 14 سنة، بتلعب تنس طاولة اللي هي البينج بونج في النادي الأهلي، وبتلعب تحت 15، من 15 ل 17 سنة اللي هو فريق الناشئين. عندها حلم إنها توصل للعالمية، وعندها أحلام في النجاحات إنها تحققها، وفعلا هي حققت بطولات، لكن كانت بتلعب يوم السبت اللي فات على كأس أفريقيا. طيب ايه، ما كل الكلام ده عادي بيحصل كل يوم، يعني اطفال وناشئين بيدخلوا بطولات، لكن هنا بعد فوزها بالبطوله واخدت كاس افريقيا اتكلمت عن اصعب 9 دقائق بالنسبه لها لغايه دلوقتي، شافتهم انهم اصعب 9 دقائق مروا عليها في حياتها. ايه اللي خلى يعني بنوته في السن ده تشوف وتعرف وتقول لك ده اصعب 9 دقائق مروا عليا في حياتي؟ لان ال9 دقائق الاخيره في اللي هي الجيم او الجول الاول او الثاني وهي بتلعب كانت خسرانه 3-8 على ما اعتقد، مش متذكره الارقام، وبعدين قدرت انها تطلع لفوق شويه، وبعدين اتعادلت، بعدين رجعت قلت تاني وخسرت، اللي هو اللي بيلعب قصادها او البنوته بتلعب قصادها عدتها، وبعدين هي كل ده. عارفين الواحد لما يبقى قلبه بيدق قوي ممكن يستسلم لاحساس الخساره، وان انت باصص في الساعه بتاعتك وعارف ان مفيش قدامك غير دقايق، لو عدت خلاص الموضوع انتهى، عندك حلم، عندك احلام ناس تانيه متعلقه بيك وعليك، فانت لو خسرتها مش هتبقى انت بس اللي احبطت، لكن يمكن تكون خيبت امال ناس متعلقه بيك. جايز الحاجات دي كلها تكون عدت في ذهن هنا وهي في الدقايق الصعبه دي، لكن الدافع خلاها ما تستسلمش حتى لو كان باقي دقيقة أو 2 أو 3 وهي خسرانة، لكن كملت وتطلع وتنزل وتخسر وتتعادل لغاية لما كسبت المباراة. السعادة اللي هي اتكلمت بيها عن المكسب بتاعها، ازاي قدرت تعبر عن الدقائق الصعبه اللي هي عدت عليها. انا لما شفت القصه بتاعت، انا ما شفتهاش من منظور ان ده كان مجرد ماتش وخلص وواحده كسبت بطوله والف الف مبروك. طب ما تعالوا نشوف ده بقى على حياتنا احنا، ايه اللي بيحصل معانا.